ورحمة الله وبركاته، أتمنى من الله أن تكونوا بخير وصحة جيدة. يا ريت بعد إذنكم تنسوا تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك عشان يوصلك كل جديد، والآن نوفيكم به. هل عادة تسخين الملوخية بعد الطهي تسبب أمراضا خطيرة؟ طبيب يجيب. الملوخية واحدة من الأكلات التي يحبها الكثير من الناس ومن الأطباق المفضلة لدى الكثير من الأسر المصرية، وتعد طبقا جانبيا بجوار الوجبات الرئيسية في الغذاء بكثرة، وعادة ما تطهو الأمهات كمية كبيرة من الطعام حتى توفر عليها وقت تجهيزها مرة أخرى وحافظة بالثلاجة لحين تسخينه، إلا أن تلك العادة قد تؤدي لتعرض أفراد العائلة إلى الإصابة بأمراض خطيرة حال مواجهة الملوخية للحرارة أكثر من مرة. وخلال السطور التالية نستعرض ده الوطن، هل إعادة تسخين الملوخية بعد الطبخ يسبب أمراضا خطيرة؟ وفقا للدكتورة أيمان كامل استشارية التغذية العلاجية للوطن. تعد الملوخية من أكثر الخضروات الورقية التي تحتوي على فوائد صحية عديدة، وسواء كانت خضراء أو ناشفة فهي تحتوي على فيتامينات ومعادن تعزز مناعة الجسم وتحسن الهضم، لكن إعادة تسخينها يغير من تركيبتها الغذائية ويؤثر على قيمتها الغذائية بالسلب. وإعادة تسخين الملوخية بعد الطهو يحفز البكتيريا النافعة الموجودة بها، كما أنها تتحول لمركبات مسرطنة، كما أنها تحتوي على نسب عالية من مادة النترات التي تتحول بمجرد إعادة تسخينها مرة أخرى إلى مادة سامة ومسرطنة، وتصل لحالة تسمى تسمم النتريب. إذ تحتوي الملوخية على نسبة عالية من مادة النتراب، والتي يمكن أن تتحول إلى نتريب بعد إعادة تسخينها، التي يزيد من تركيزها ويجعلها غير آمنة للاستهلاك وتشكل خطرا كبيرا خاصة على السيدات الحوامل والأطفال وفقا لاستشارة التغذية العلاجية. لذا يجب إعادة تسخين الملوخية مرة واحدة فقط، وعدم تركها في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة، ووضعها في الثلاجة بعد الانتهاء من طبخها أو تناولها، ولا تزيد مدة تخزينها داخل الثلاجة عن يومين، لأن بعد ذلك ستكون غير آمنة للاستهلاك. وبهذا قد أوفيناكم به. هل إعادة تسخين الملوخية بعد الطبخ تسبب أمراض خطيرة؟ طبيب يجيب. لا تنسوا اشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، تعملوا لايك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.